حلقه كلام في الميديا النهارده. بينضم لي في الاستوديو استاذ رامي عبد الحميد الناقد الرياضي باليوم السابع. استاذ رامي مساء الخير عليك. مساء الخير. اخبارك ايه؟ منورنا ومشرفنا كل الساده المشاهدين وقناه الاهلي، وبشكركم جدا على الدعوه. اهلا بيك. اخبارك ايه؟ كله تمام؟ كله تمام الحمد لله. يعني خلينا نبتدي باخر خبر معانا، هو تقدم مصر للترشح لاستضافه كاس الامم الافريقيه كان 2019. رايك ايه في الخطوه دي واهميتها بالنسبه لمصر في هذا التوقيت؟ لا طبعا خطوه مهمه جدا بالنسبه لمصر عموما والاتحاد الكوره وقد ايه احنا كنا في الاول كنا مساندين للدوله الشقيقه المغرب طبعا. الى ان تم الاعلان بالامس او اول امس كانت مفاجاه بصراحه المغرب. يعني طبعا احنا يعني كان في اتفاقات وكان في يعني واحنا مصر كانت مدعمه جدا سواء على مستوى القياده السياسيه او على مستوى اتحاد الكوره، وكان في دعم قوي جدا بالنسبه للاتحاد الافريقي كمان. لكن هي كانت مفاجاه وما اعرفش يعني مش معلوم الظروف لحد دلوقتي ايه بالنسبه للمغرب. لكن هي اعتقد ان هي خطوه كويسه بالنسبه لنا، لان كان كثير من الناس بتطلب ان احنا نتقدم لاستضافه الملف بالضبط. بعد سحبها من الكاميرون. فبالتالي احنا كنا واخدين خطوه يعني رجوع لحد ما المغرب تحدد موقفها، والمغرب اعلنت ده. فاعتقد ان دي هتبقى خطوه بالنسبه لمصر جيده جدا، نستعيد تاني فكره تنظيمنا وفكره ريادتنا الافريقيه على المستوى التنظيم. احنا اخر بطوله نظمناها كانت 2006، يعني اعتقد من 12 سنه تقريبا. نجاح كبير بصراحه. طبعا طبعا يعني وكان متواجدين كتير من يعني متواجدين حاليا في اتحاد الكوره، بس ما كناش على راس الاتحاد يعني طبعا. مثلا زي المهندس هاني ابو ريده او الكابتن احمد شوبير او المجموعه دي. فاعتقد ان دي هتبقى فرصه كويسه جدا ان احنا نستعيد تاني تنظيمنا. الخطوه المهمه بالنسبه لنا ان احنا نستعيد تاني جماهيرنا. لما بطوله كبيره حتى هتقام في مصر، اعتقد ان دي هتبقى فرصه وبوابه كبيره جدا ان احنا نستعيد تاني الجمهور في الملاعب، نستعيد تاني فكره الالتفاف حول بطوله. الجو الرائع اللي كان موجود في البطوله في 2006 اعتقد ده هيبقى ضيف كده، بالاضافه الى مكاسب اعتقد يعني معنويه بالنسبه لمصر، لان حاليا طبعا بعد القرارات والخطوات اللي بياخدها الرئيس السيسي مع الدول الافريقيه، اعتقد ان ده فرصه كبيره جدا بالنسبه لنا ان احنا نحتضن جميع الدول. يعني في ابعاد ثانيه من تنظيم البطوله كمان. طبعا اكيد طبعا. وده يمكن كان قرار يعني قرار دوله امبارح، الدكتور اشرف صبحي يعني يمكن اتحدثت معاه وقال لي ان احنا في موافقات من القياده السياسيه والقيادات الامنيه، وان شاء الله اعتقد ان يعني فرصتنا باذن الله كويسه ونستضيف البطوله، لان هي هتبقى مكاسب كبيره جدا بالنسبه لنا. اكيد. طيب شايف ان مصر قادره على تنظيم هذا الحدث، وخصوصا يمكن بعد الفترات اللي فاتت كلها ما كانش يعني ما شفناش عدد كبير من الجماهير بتحضر مباريات حتى المحليه في بطوله الدوري او بطوله كاس مصر، يعني كل فين وفين في البطولات الافريقيه ممكن نلاقي عدد كبير من الجماهير. شايف ان دي ممكن تكون بدايه لعوده الروح في الملاعب المصريه من حيث حضور الجمهور للمباريات بشكل عام؟ يعني حتى ان شاء الله بعد البطوله ويكون التنظيم رائع وحضور الجمهور يكون اكثر من رائع، ممكن نشوف كمان بعد كده حضور الجمهور بشكل طبيعي جدا، مش حتى باعداد محدده في المباريات. شوف هو طبعا يعني فكره ان مصر قادره على التنظيم، لا مصر قادره على تنظيم حاجات كتيره جدا. واحنا يمكن يعني عندنا من الامور السابقه اللي تؤهلنا لده، ويمكن بطوله افريقيا بالنسبه لنا حاجه بسيطه. احنا بنطمع الى تنظيم كاس عالم، بنطمع الى تنظيم اولمبيات. ده الخطوات اللي احنا المفترض ان احنا بنشتغل عليها ان شاء الله باذن الله بعد تطوير البنيه التحتيه اللي موجوده على مستوى مصر وانشاء عدد كبير. محتاجه تطوير في الحقيقه. طبعا أكيد. لكن أنا بقول على مستوى التنظيم، على مستوى الأمور الخاصة بالاستضافة، مصر قادرة، وأعتقد أن أفريقيا كلها بتشيد بده دايما في الأمور حتى غير كرة القدم، يعني في البطولات الأخرى بننظم بشكل كويس. أما فيما يخص الجمهور، أنا أتمنى طبعا أن يكون ده دي البوابة الحقيقية بالنسبة للجمهور، لأن الجمهور إحنا خدنا فرص كتيرة جدا أكيد. وخدنا خطوات كتيرة جدا قبل كده، لكن بنتقدم خطوة وبنرجع تاني بالزبط. فدي كلها امور كانت معطله ان هي الجمهور يحضر المباريات الدوري او المباريات المحليه. المباريات اللي هي الخاصه بالبطوله او الخاصه بكاس الامم الافريقيه هتكون مختلفه، لان هيبقى الطرف الاساسي هو طرف منتخب مصر، فكلنا هنبقى متجمعين مع منتخب مصر سواء اهلاوي او زملكاوي او اسماعيلاوي او المصري او ايا
كان، ودي فرصه برضو ايضا الى يكون في عوده التناغم ما بين الجمهور الاهلي وجمهور المصري، لان برضو احنا مش راضيين عن فكره ان احنا جمهور الاهلي او جمهور المصري او جمهور الزمالك مع جمهور ايا كان، كل ده امور بالنسبه لنا مش ودايما بيبقى في توحد في المناسبات الوطنيه، وده طبيعي. بالتالي دي هتبقى خطوات جيده جدا ان شاء الله. نحاول القائمين على الكره حاليا ووزاره الشباب والرياضه برئاسه النشيط جدا، ولازم نشكره الحقيقه كلنا، الدكتور اشرف صبحي راجل يعني بيبذل مجهود كبير جدا الفتره دي. فاعتقد ان احنا ان شاء الله باذن الله كلنا على قلب راجل واحد، ان دي تبقى البوابه الحقيقيه باذن الله لعوده الجمهور ان شاء الله يا رب ان شاء الله. طب بما اننا بنتكلم عن المنتخب او بنتكلم عن اتحاد الكوره وعن استضافه مصر لبطوله الامم الافريقيه ان شاء الله والتقدم او الترشح لاستضافه هذه البطوله، خلينا نروح نتكلم شويه عن منتخب مصر ورؤيتك للمنتخب تحت قياده مستر اجيري. الناس لعبوا لغايه دلوقتي 3 مباريات او 4 مباريات رسميه وفازوا فيهم كلهم، ويمكن الاداء كان جيد في بعض المباريات وبعض المباريات كان فيه بعض الاخطاء الدفاعيه. متفائل بحقبه مستر اجيري مع منتخب مصر خلال الفتره الجايه ولا لا؟ هو التفاؤل برضو يعني لازم يبقى من خلال تقييم. انا لحد دلوقتي يعني رافض تماما فكره ان احنا نقيم مستر اجيري او الجهاز الفني على قدر ما يعني هو لسه ما عندوش فتره اختبارات حقيقيه غير مباراه تونس، والى حد ما حسينا بان في تغيير شويه، يعني في تغيير شويه في منتخب مصر عن عكس مكان مستر كوبر. هو كل واحد بيبقى ليه استراتيجيات وبيبقى ليه نظام معين او اسلوب معين، فبالتالي لازم ان احنا نقبل. فاحنا قابلنا مستر كوبر على فتره ما، والحقيقه هو ادى ما عليه، وكان الهدف بتاعنا ان احنا نسى يعني نروح كاس العالم، ورحنا كاس العالم. فدي كانت مرحله وانتهت. اعتقد المرحله دي محتاجه ان احنا نقيم مستر اجيري اكتر. عندنا يعني حاله من السعاده الى حد ما، وانا شخصيا بخصوص ان هو بيحاول ان هو يدور على العناصر الجديده بالزبط. بيحاول ان هو يدور على العناصر اللي هي يعني متوسط الاعمار بتاعها ما يتعداش 30 سنه، ودي امور بالنسبه لنا اعتقد ان هي جيده وتدعو للتفاؤل. تمام. فيما يخص ان احنا محتاجين ان احنا نشتغل على كاس العالم اللي هو ان شاء الله 2020 وفيما بعد 2020. فبالتالي اعتمدنا على العناصر اللي هي القديمه او العناصر اللي هي ادت دورها وادت دورها على اعلى مستوى، يعني كل اللعيبه الكبار اللي هم زي احمد فتحي زي عصام الحضري زي وليد سليمان، كل دول قدموا مستويات كبيره جدا مع المنتخبات الوطنيه من حوالي 10-15 سنه. فبالتالي علينا ان احنا نبحث عن اخرين يادوا نفس الدور ويمشوا بالمستوى ده. محتاجين مش بعض الاحيان بيبقى محتاجين خبرات مع العناصر اللي في عناصر. انا اعتقد في عناصر خبرات، وانا اعتقد ان احمد فتحي ممكن يكون ليه دور، لكن هو الراجل اللي انا فهمته او اللي انا مستنتجه من الجهاز الفني ان هو محتاج ان ما يبقاش يعني يدي احمد فتحي بس او يدي وليد سليمان بس، فبالتالي هو العنصر الجديد او العنصر اللي هو الشاب مش هياخد فرصته او مش هياخد فرصه ان هو يثبت بس نفسه. يعني تواجدهم في المعسكرات تواجدهم مهم، تواجدهم مهم يعني. اعتقد تواجدهم مهم، وده ممكن يكون تحت محل دراسه بالنسبه لهم، مش عايزين نقف عند ده كتير. لكن المهم بالنسبه لنا ان يكون في تناغم وانسجام ما بين العناصر دي كلها، لان احنا ادخلنا عناصر كتيره على المنتخب مصر. فبالتالي يحصل لازم يحصل انسجام ويحصل انصهار زي ما حصل مع الكابتن حسن شحاته واحنا بنتكلم على 2006. احنا من 2006 الى 2010 منتخب واحد، مجموعه واحده، حصل نوع من التوائم ما بينهم، حصل الانصهار ما بينهم، قدروا ان هم يفهموا بعض، مش محتاجين كمان التجمعات الطويله اللي كانت بتحصل قبل كده. فبالتالي احنا محتاجين يكون في تناغم وانصهار ما بين لعيبه المنتخب حاليا، وده دور الجهاز الفني ودور طبعا الكابتن هاني رمزي باعتباره هو المدرب الوطني يعني الموجود في الجهاز. أكيد. فبالتالي اعتقد ان الفتره اللي جايه دور المنتخب هيبقى دور مهم، بس محتاجين يكون في معسكرات طويله الى حد ما شويه. طيب هل شايف ان ممكن يكون في معسكرات طويله في ظل ضغط المباريات في بطوله الدوري وان المسابقه طويله، فبالتالي الاتحاد او لجنه المسابقات عايزه تخلص العدد او الكم الهائل من المباريات في اسرع وقت ممكن، وخصوصا ان بعد ما اعلنوا ان ممكن البطوله تخلص في اغسطس القادم، فاعتقد ده هيكون متعارض نوعا ما مع فكره المعسكرات الطويله الخاصه بمنتخب مصر. انا معاك طبعا، بس انا الحقيقه يعني ويمكن الاستاذ عمرو حسين من الناس اللي انا بعزهم جدا وهو بيجتهد جدا بيعمل مجهود كبير جدا في موضوع المباريات،
لكن انا مش لاقي حل في موضوع المسابقات ده. ومش احنا مش انا بس يعني، الناس كتير جدا مش لاقي حل في موضوع المسابقات. احنا بنشوف بره في اوروبا، مش لازم نقول الدوري الاسباني ولا الدوري الانجليزي ولا الدورات الكبيره دي، لكن في دورات اخرى موجوده بيحصل معاها ان هم عارفين ان هم بيلعبوا زي السويسري مثلا. الدوري السويسري عنده فرقه كانت بتلعب يوفنتوس امبارح، معروف ان هو عنده مباريات في الدوري، وعنده مباريات في دوري ابطال اوروبا، وعنده مباريات في الكاس، وعنده مباريات اخرى في بطولات اخرى بيشارك فيها، كلها منظمه من البدايه. انا مش عارف يعني احنا مشكلتنا دايما في التنظيم، الازمه مشكله في ايه يعني طولة. انا مش عارف ان احنا دائما هي فكره يعني احنا بنرضي سين وبنرضي فلان وبنرضي النادي الفلاني عشان خاطر يعني حاجات كده. دي انا يعني صعبه جدا. نادي زي النادي الاهلي او نادي الاتحاد السكندري عنده بطولات بيشارك فيها، المفروض ان هو عارف قبل ما يدخل المسابقه او لما يدخل الموسم عموما عنده اجنده. في اجنده معروفه ان بطوله عربيه في فتره كذا، بطوله افريقيه في فتره كذا، معروف الحاجات دي كلها، معروف بالنسبه لي. اما بقى فكره ان لا هنأجل ماتش الاتحاد السكندري عشان خاطر هو عنده ماتش مع فريق في البطوله العربيه الجمعه الجايه فنخليها له يوم الاثنين، دي اللي بتعمل اشكاليه، وهي دي اللي بتعمل الدربكه اللي بتخلي اشكاليه كمان في الملاعب اللي تستضيف المباريات دي، جزئيه ثانيه كمان. دي عندي بس انا بكلم حضرتك فيما يخص يعني الملاعب، ممكن ليها حل يعني الملاعب ليها حل، لكن التوقيتات لما انا بعرف التوقيت خلاص ممكن ننقل المباراه. لكن العشوائيه اللي احنا كل مره كل سنه وبنقول ان احنا هننظم مسابقه السنه دي حاجه مختلفه خالص وبنعلن وبنقول والكلام ده كله، نيجي نلاقي قبل نهايه الدور الاول نلاقي ان العمليه احنا هتجرنا لحد نهايه اغسطس، وده ما بيحصلش في اي دوله خالص. طبعًا. يعني باي دوله الدول الدوري بيقعد 13 شهر، لا يمكن طبعا، صعبه جدا. طيب خلينا نروح شويه بقى للنادي الاهلي، واللي عنده مباراه هامه جدا في بدايه بطوله دوري ابطال افريقيا الدور 32 امام فريق جيما الاثيوبي. الظروف اللي ممكن يكون بيمر بيها النادي الاهلي والمتابع طبعا الناس كلها لهذه الظروف في نفس توقيت المباراه، شايف المباراه هتكون ازاي؟ مطلوب ايه من لاعبي النادي الاهلي وانجاز الفني؟ هي مباراه فنيا، هي مباراه اعتقد ان هي مش سهله، يعني مش سهله، مش سهله، ده مهم جدا، لازم مباراه فنيا مش سهله، لان مش اي مباراه هتكون مع اي فريق في اثيوبيا هتكون سهله، وخصوصا في دور 32 كل المباريات اكيد صعبه في الوسط. لا هو طبعا الجهاز الفني والنادي الاهلي اعتقد كابتن عادل مصطفى كان عنده طبعا كان عنده دور في ان هو يعني عمل تقرير عن الفريق، واعتقد ان الجهاز الفني اكيد ذاكر فريق جيفاره، لان هو كمان هو بطل الدوري الموسم ده، فبالتالي في كون ان هو الفريق اللي جاي يلعبك هو بطل اعتقد الامور بتبقى بالنسبه له مختلفه شويه. اكيد هو عنده شعور وعنده، وكمان المباراه الاولى في القاهره بالظبط، فبالتالي دي بتعمل نوع من الدوافع الكبيره بالنسبه له ان هو عايز يحقق نتيجه ايجابيه لما يرجع بلده، يحقق نتيجه افضل بالنسبه له. فبالتالي النادي الاهلي عليه ضغوط كبيره جدا، عليه مشكله فيما يعني ان برضه ان هو هيتعامل مع المباراه ازاي، لسه خارج من ازمه افريقيه قريب ما طولتش كتير، يعني الازمه بتاعتنا الافريقيه ما طولتش، فدي كلها امور يعني هتبقى ليها ضغوط على النادي الاهلي. لكن في النهايه احنا بنامل وعندنا ثقه في النادي الاهلي، ان اللعيبه دايما بتظهر في المواقف اللي زي كده وفي الاوقات اللي زي كده. مهم جدا ان الجهاز الفني يتكلم على اللعيبه ان احنا خلاص احنا بنبدا بطوله جديده، بنبدا موسم جديد او بطوله افريقيه جديده، خلاص ننسى اللي فات، لان لو قعدنا تذكرنا ما حدث فطب بالتالي اللعيبه هيشغل نفسه وهيخرج بره مود المباراه. مهم جدا ان احنا النادي الاهلي يحقق نتيجه ايجابيه داخل القاهره باكبر عدد من الاهداف، عشان خاطر يعني لما يروح هناك ممكن ما يعرفش ظروف الملعب ايه، ما يعرفش ظروف التحكيم ايه، دايما في افريقيا بتبقى مختلفه شويه. فبالتالي مباراه مهمه جدا بالنسبه للنادي الاهلي، مباراه مهمه لعيبه النادي الاهلي ان هم ياكدوا على ان هم لعيبه كبار، لعيبه اصحاب اسماء، ان هم البطوله مش هتخرج عن النادي الاهلي السنه دي ان شاء الله باذن الله. فالمباراه يعني فنيا مش سهله زي ما الناس فاكره. بالنسبه للتشكيل وفي ظل غيابات وايقافات بالنسبه للنادي الاهلي، يعني 23 لاعب في القائمه الافريقيه الخاصه بالنادي الاهلي في هذه البطوله حتى الان، فبالتالي بيغيب 6 لاعبين، فبالتالي كمان بقى معاك 16 لاعب بس في مباراه بكره. دي ايضا من الامور ممكن تصعب الماموريه شويه على النادي الاهلي، لكن شايف التشكيل ممكن يكون ازاي كمان في ظل تواجد 3 مدافعين بس ومهاجم وحيد هو مروان محسن؟
هو كلها ظروف صعبة طبعا بالنسبة للنادي الأهلي وغياب اللاعبين دول، أكيد هيبقى عدد لما بيكون معايا 16 لعيب بس، دي بتبقى فيها مشكلة كبيرة للجهاز الفني عموما، اللي هو ما عندوش العدد الكبير أو البدائل اللي هو يقدر يستخدمها في المباراة. لكن أنا مصمم على النادي الأهلي عنده من القدرات وعنده من العزيمة وعنده من القدرات اللي هي بعيدا عن الكورة بعيدا عن الفنيات، إن هو يقدر زي إن هو يعني. لا 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 يعني لعيبه النادي الاهلي على مر العصور، واحنا يعني من اول ما يعني وعينا الدنيا النادي الاهلي بيبقى في مواقف صعبه جدا، وتلاقي ان الموضوع بيختلف خالص في الملعب بالضبط. تلاقي الموضوع بيختلف خالص في الـ في الـ في الاداء، في التركيز، في التعليمات، كل دي امور بتبقى خارج الكوره او خارج الملعب. فدي بتساعد كتير قوي على الفوز او تحقيق النتيجه الايجابيه. ده مهم، وده دور بكره الجهاز والكابتن محمد يوسف مع الكابتن سيد الحفيظ والمجموعه والكابتن عادل مصطفى، ده دورهم في ان هو اللعيبه تخرج من الحاله النفسيه اللي هم فيها، ينسوا خالص واعتقد اللي حصل. يعني خلال الثلاث مباريات السابقه بالنسبه للنادي الاهلي اعتقد ان هم خلاص خرجوا من هذه الحاله بعد ده مهم، ده مهم في بطوله الدوري ده مهم، بس برضو افريقيا بتبقى مختلفه شويه. يعني موضوع افريقيا بيبقى مختلف، وبعدين يعني هيبقى في ضغط ان الجمهور طبعا هيبقى مش موافق على اي حاجه تانية غير كده غير الفوز، يعني ده شيء طبيعي معتاد عليه جمهور النادي الاهلي. اتمنى ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي يخرج بالنتيجه اللي هو عايزها ويحقق الفوز بنتيجه يعني تريحه خالص ان شاء الله في مباراه العوده، ويتجاوز الفتره دي الى ان يتم التدعيم في يناير ان شاء الله، والفريق يرجع كمعاد يعني في الفتره اللي هي كانت بياخد فيها بطولات وبيلعب فيها كاس العالم للانديه، واعتقد ان الجمهور عنده ثقه في ده ان شاء الله. يعني نسبه الجمهور بكره ان شاء الله ممكن يكون متواجد حوالي 10,000 متفرج في استاد برج العرب عشان يعزروا النادي الاهلي. مطلوب ايه داتا من اللعيبه وكمان من الجمهور في هذه المباراه؟ جمهور النادي الاهلي هو عارف هو هيعمل ايه. جمهور النادي الاهلي دايما بيساند في الموقف اللي زي كده، بيشجع، بيؤيد، بيحاول ان هو يشد من ازل كل اللعيبه على حده، كل الامور دي كلها جماهير النادي الاهلي عارفاها. من اللعيبه طبعا مطلوب منهم ان هم يركزوا كويس قوي في المباراه، مطلوب ان هم يفرحوا الجمهور سواء اللي موجود في الملعب او اللي خارج الملعب. جمهور النادي الاهلي عليه ان هو الفتره دي يبقى فيه هدوء شويه، يبقى فيه نوع من التوازن، يبقى فيه نوع من عدم الاستعجال على المجموعه اللي موجوده. ان شاء الله باذن الله الفتره تبقى جايه احسن، لان احنا محتاجين زي ما قلنا في البدايه موضوع الجماهير تحضر المباريات ان شاء الله. فبالتالي لما جمهور النادي الاهلي يظهر بالشكل اللي هو عليه دايما ومحترم دايما، فبالتالي اعتقد ان عوده جمهور النادي الاهلي لمبارياته هتبقى فرقه كبيره قوي ان شاء الله. طيب بالنسبه للتدعيمات، هل شايف ان الفريق محتاج تدعيمات كتير، ولا بعض المراكز اللي ممكن تكون يعني عدد قليل من الصفقات اللي ممكن النادي الاهلي يضمهم؟ انت رؤيتك ايه من وجهه نظرك؟ هو من وجهه نظري طبعا انا مش هزايد على الرؤيات الفنيه اللي موجوده في 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 كتير خلال متابعتك طبعا في كتير من الناس يعني المتخصصين والناس اللي في الكوره، لكن احنا لعبنا كوره وعارفين قد ايه في 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 مشاكل بعض الامور بعض في الفنيه في الفرقه. لا، النادي الاهلي محتاج تدعيم، النادي الاهلي محتاج تدعيمه. واعتقد برضو لازم الناس تعرف ان الاداره او المجلس الاداره والجهاز الفني اللي كان سواء موجود او اللي هو مشي كان هو عارف ان بعد فتره ما او بعد بطوله افريقيا كان هيحصل نوع من اعاده الترتيب. تمام. يعني الموضوع برضو عشان الناس تبقى عارفه، جمهور النادي الاهلي لازم يعرف الكلام ده، ان الاداره ما كانتش هتسيب حتى لو النادي الاهلي خد بطوله افريقيا. تمام. او كده يعني، لكن النادي الاهلي كان عنده خطوات، كان مستني يشوف موضوع افريقيا ايه وبعدها على اساسه يتحرك فيما يخص الترتيب واعاده الامور داخل الفريق سواء من الناحيه الاداريه او من الناحيه الفنيه. فبالتالي اعتقد ده يعني بياخد وقت، وعاجبني جدا النادي الاهلي مش مستعجل. يعني مش مستعجل عاجبك النادي الاهلي مش مستعجل؟ مش مستعجل في ان هو البعض ممكن متضايق من الحته دي شويه، شايف ان لسه النادي اتاخر شويه في الاعلان عن بعض الصفقات، الاهلي لسه ما جابش مدير فني، في استعجال شويه، الاسماء كتير بنسمعها سواء من ناحيه اللاعبين او من ناحيه المدربين اللي ممكن يتولوا تدريب النادي الاهلي. انت عكس الكلام ده كله وشايف ان كويس النادي الاهلي مش مستعجل؟ لا طبعا، الاستعجال هيولد نوع من الاخطاء الجديده.
تمام صح. يعني صح. ان انا استعجل في ان انا اخد قرار معين او ان انا اجيب اي حد او اجيب اي لعيب او اجيب عشان خاطر اعمل نوع من المسكنات بس للجمهور والراي العام، لا ده اعتقد ده هيبقى فالنادي اللي بيعمله حاليا وكابتن محمود الخطيب ومجلس الاداره، اعتقد ان هو ده بيحاول بقدر الامكان ان هو يعالج الموضوع من الجذور، ان محتاجين يكون في جهاز فني منضبط وجهاز فني على اعلى مستوى يقدر ان هو يشتغل فترات، مش يجي نص موسم او اربع مباريات او خمس مباريات وبعد كده يحصل مشكله ونعيد من تاني. فبالتالي ده اللي بيعمله النادي الاهلي، عشان كده النادي الاهلي واخد وقته. ونفس الشيء برضو بالنسبه للصفقات، انا مع احترامي كل الناس اللي موجوده سواء في النادي الاهلي حاليا او قبل كده، الصفقات اللي جت النادي الاهلي فيها نوع من يعني مش عايز اقول التسرع بس مش محسوبه كويس، ما كانش فيها معايير اللي كانت قبل كده اللي هي يعني مع الموسم الماضي او قبل الماضي. تمام. يعني بعض الصفقات كان فيها نوع من التسرع، كان فيها نوع من ما كانش فيها المعايير المظبوطه، ان لعيب النادي الاهلي ليه مواصفات ومعايير خاصه جدا اللعيب اللي يجي. خليني اقول لك يعني من غير قطع كلامك ان الصفقات دايما بتيجي بناء على طلب من المدير الفني في هذا التوقيت، وده طبيعه اداره النادي الاهلي سواء الاداره الحاليه او الاداره السابقه. أيوة بس النادي الاهلي بيشوف المدير الفني عايز ايه، بس النادي الاهلي عنده لجنه فنيه، عنده لجنه الكوره برضو بتقيم الامور وهي ليها القرار في النهايه. انا بتكلم على فيما يخص هي ممكن الصفقات تتناقش مع المدير الفني، لكن في النهايه قرار المدير الفني هو الراجل شايف محتاج ايه في الفريق. تمام. انا عارف حضرتك تقصد ايه فيما يخص طبعا دي طبعا زي ما احنا شايفين دلوقتي دي كواليس الفريق في فندق الاقامه في برج العرب قبل مباراه الغد ان شاء الله امام فريق جيما الاثيوبي. اتفضل. تمام. انا بتكلم فيما يخص بعض الصفقات. تمام. اللي هي ما كانتش على قدر مسؤوليه النادي الاهلي. مسؤوليه النادي الاهلي كبيره جدا اكيد، فنيه النادي الاهلي كبيره جدا 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 اكيد، فبالتالي لازم اللعيب اللي يجي او اللعيب اللي هو ينضم للنادي الاهلي يبقى افضل من حسام عاشور اللي هو بقاله 20 سنه في النادي الاهلي. لازم كده، يعني انا مش بتكلم على حسام عاشور تحديدا يعني، بس بتكلم على ان هو يكون افضل بمراحل زي ما حصل ايام كابتن محمود الخطيب. يعني نقول لا يقل عن طبعا امكانيات كبير زي حسام عاشور، يعني اللعيبه الكبار يعني. لكن النهارده مثلا كابتن حسن حمدي وكابتن محمود الخطيب لما عملوا يعني اعاده ترتيب داخل النادي الاهلي في فتره ما، والصفقات اللي جت عملت ايه؟ أضافت كتير جدا كتير. فبالتالي كتير. ده دور لجان لجنه فنيه ولجنه كوره، وانا بتابع طبعا كابتن علاء ميهوب والمجموعه اللي معاه شغالين بشكل كويس قوي. وفي يعني انا صفقه محمد محمود لعيب هايل جدا، لعيب ممتاز صغير السن، عنده شخصيه مهمه، يقدر ان هو يستغل الفتره اللي جايه كويس. هو ده اللي اكتر من مركز، ده اللي محتاجه النادي الاهلي. فلازم النادي الاهلي يدور على هذه النوعيات اللي زي كده، اللعيبه اللي هي تقدر ان هي تحافظ على شخصيته، تدي مسؤوليه للعيبه النادي الاهلي. لا محمود وحيد كمان اعتقد لاعب مميز جدا طبعا، لاعب مصر مقاصه انضم حديثا للنادي الاهلي. طيب بالنسبه للصفقات، هل في لاعبين اقتربوا بشكل او باخر لانضمام النادي الاهلي الفتره الجايه؟ انا بشوف طبعا ان كلها اجتهادات، يعني هي كلها اجتهادات. النادي الاهلي يعني يمكن قالوا او قعدوا يتكلموا في كتير من الزملاء في المواقع وفي الجرايد بخصوص المدير الفني، وفي الاخر خالص ما فيش مدير فني لسه، كابتن محمود الخطيب لسه في تشاور وفي مفاوضات وفي يعني دراسه كامله للموضوع. فانا اعتقد ان ملف الصفقات هو نفس الامور بالنسبه للمدير الفني، كلها اجتهادات وكلها نوع من برضو تسويق عن طريق بعض وكلاء اللاعبين. لكن خلينا نتفق ان في نظام دلوقتي معمول، ان كابتن سيد عبد الحفيظ هو اللي معاه الملف بخصوص الصفقات والتنسيق مع كابتن محمود الخطيب، وانا ده مطمني. سيد عبد الحفيظ من الناس اللي هم عندهم رؤيه فنيه جيده أكيد جدا أكيد مع طبعاً. كابتن علاء ميهوب طبعا يعني من اللعيبه الكبار ككوره ومن الكوتشات الجامده جدا يعني. فيعني انتظر ان شاء الله باذن الله، وكلنا كناس بنتابع الكوره وجماهير النادي الاهلي اعتقد ان احنا منتظرين يكون في صفقات قويه تقدر ان هي تضيف للنادي الاهلي الفتره الجايه وتعمل الفارق بالنسبه للنادي الاهلي سواء على المستوى المحلي او المستوى الافريقي. المراكز اللي بيحتاجها النادي الاهلي ايه؟ بشوف طبعا ان حاليا في خط الدفاع محتاج لاعب ولا اثنين؟
وفقا للموجود، فاعتقد ان يكون لاعب الا اذا كان في قرار اخر بالنسبه لبعض اللاعبين، وكان في يعني تداول بخصوص سليف كوليبالي، لكن كابتن سيد طلع وقال يعني ما فيش قرار، لكن اعتقد ان محتاجين يكون في يعني تدعيم خط الدفاع في قلب الدفاع، يعني محتاجين يعني على وجه السرعه لازم يكون في تفكير في بلاي ميكر يعني للنادي الاهلي. انا عارف ان ممكن صلاح جمعه او بعض الناس تقول صلاح جمعه ممكن يقوم بالدور، صلاح جمعه برضو هيحتاج وقت، هيحتاج ان هو اكيد لان هو بقاله فتره كبيره، فلكن لكن النادي الاهلي محتاج لصانع العاب مهم جدا. انا مش متفق مع ناس كتير قوي ان النادي الاهلي محتاج مهاجم، لا النادي الاهلي عنده مهاجمين على اعلى مستوى، مروان محسن مهاجم كويس قوي بس الناس يعني تهدى عليه شويه. صلاح محسن طبعا ما فيش يعني غبار عليه، وليد ازارو من المهاجمين اللي اثبتوا يعني احقيتهم في ان هم يكونوا متواجدين في المنتخب المغربي على الاقل يعني. فالمنتخب النادي الاهلي مش محتاج ان هو يكون، بالاضافه ان في احتماليه كبيره جدا او خلاص يعني شبه اكيد ان هيتم كده عمرو جمال كمهاجم كمان الرابع، وعمرو جمال طبعا برده مهاجم كويس، فبالتالي انا بعتقد ان مفيش مهاجم يعني. نروح فاصل ونرجع نواصل كل كلامنا عن النادي الاهلي وقائمه النادي الاهلي ولاعبين كتير هنتكلم عليهم، لكن بعد الفاصل. مستمرين معاكم، لسه معايا في الاستوديو استاذ رامي عبد الحميد الناقد الرياضي باليوم السابع. وقبل الفاصل كنا بنتكلم عن بعض اللاعبين في النادي الاهلي اللي ممكن يتم كيدهم الفتره الجايه، اتكلمنا عن صلاح جمعه، عمرو جمال، عمرو بركات، في حاله كيد الثلاثي هم اقرب للكيد طبعا خلال شهر يناير، هل شايف ان هم هيكونوا اضافه قويه بالنسبه للنادي الاهلي؟ بالتاكيد طبعا، هم كانوا لعيبه على مستوى عالي جدا سواء الفتره اللي فاتت، يمكن بس صلاح جمعه هو اللي كان فيه اشكاليه، وشفت لقائه مع زميلي عمر ربيع ياسين هنا في قناه الاهلي كان لقاء مميز جدا. كل الناس عندها تفاؤل جدا بصلاح جمعه، لان انت بيصعب عليك دايما والجمهور عموما يعني اللي بيحب الكوره بيصعب عليه فكره ان لعيب كويس ولعيب موهبه ولعيب عنده قدرات مختلفه شويه عن الزملاء بتوعه ان يحصل فيه كده، وخصوصا كمان ان هو صغير السن يعني لسه صلاح جمعه تقريبا اعتقد 27 سنه 25 يعني سنة. او 25 سنه يعني صلاح جمعه 25 سنه فبالتالي محتاج ان يكون فيه هو بقى من جواه دلوقتي اصرار يبقى حاجه ثانيه خالص ينسى بقى القصص اللي فات ده كله، وينسى بقى المواقف الثانيه، وينسى اللي حصل، وينسى السعوديه، وينسى كل الامور دي كلها، ويبدا من جديد حاجه مختلفه تماما. هو اتعمل له برنامج اعتقد كويس جدا طبعا، الجهاز الفني بيتابعه الفتره اللي فاتت بصراحه، الجمهور مستنيه، فبالتالي هو عليه الدور بقى ان شاء الله باذن الله، لانه هو يعني لاعب لا مختلف تماما عن كتير من جيله يعني. فالنادي الاهلي اعتقد ان هو هيستفيد منه كويس قوي اذا صلاح جمعه يعني عايز ان هو يرجع تاني في صلاح جمعه. عندك كمان رامي ربيعه في حاله كيدو، عندك عمرو بركات، عمرو جمال، عندك جونيور اجاي كده كده ان شاء الله هيكون متواجد. في بعض من الاسماء الكبيره جدا اللي ممكن يكونوا خارج القائمه الفتره اللي فاتت لظروف مختلفه يعني، لكن اكيد عودتهم هتكون اضافه بالنسبه للنادي الاهلي بجانب الصفقات بجانب اللاعبين المتواجدين في الفتره دي. شوف، هو عمرو جمال وجونيور اجاي من اللعيبه اللي فعلا عملوا نوع من التاثير جامد قوي، وخصوصا اجاي على النادي، لاعب مميز جدا عنده يعني لعيب تكتيكي طبعا على مستوى عالي جدا، وبيجيد في اكثر من مركز، وكمان عنده حلول اخرى غير كتير من اللعيبه يعني. فبالتالي اجاي عودته هتبقى مهمه جدا بالنسبه للنادي الاهلي. اعتقد ان كمان عمرو جمال من اللعيبه اللي عندها ميزه مش موجوده عند مهاجمين كتير في مصر، الهيدرز او الجامبنج يعني، وده يمكن النادي الاهلي محتاجه برضو على اساس ان بعض او كتير من المباريات بتحتاج ان احنا يكون في عندنا يعني تغيير في الـ في الـ في الاختراق او تغيير في نمط اللعب عن طريق الكرات العرضيه. فبالتالي يكون لازم يكون موجود لعيب عنده نوع من التميز في الكرات العرضيه زي عمرو جمال. عمرو جمال بالمناسبه هيجدد عقده خلاص يعني نسبه كبيره جدا بعد المباراه القادمه، عمرو جمال هيجدد عقده مع النادي الاهلي، هو ناقص له 6 شهور بس في عقده، فبنسبه كبيره هيتم تجديد العقد بالنسبه لعمرو جمال مع كابتن سيد. كل دي امور اعتقد ان هي جيده. كمان النادي الاهلي مش هيتكلف حاجه فيهم يعني اجاي كان مصاب فراجع ان شاء الله هيبقى، عمرو جمال كان في فتره ما كان معار وكان فمفيش تكلفه ماليه حتى كمان هيشتري صفقات او كده، لكن اعتقد ان دول هيبقوا ليهم دور كبير جدا. اما عن رامي ربيعه
فانا بشوف ان رامي ربيعه من اللعيبه المهمه جدا في جداً مصر جداً واللعيبه جداً المهمه جدا في المنتخب والنادي الاهلي، لكن عنده سوء حظ صعب جدا, جداً. يعني يمكن هو كان عنده اصابه في الظهر وقعد فتره كبيره جدا في المانيا وبتاع، وبعد كده لما رجع العضله الضامه بالظبط فبالتالي لما رجع تاني وقدر ان هو يرجع حصل له كسر في الصباع عنده. فدي يعني سوء حظ. يعني نتمنى ان شاء الله باذن الله ان رامي ربيعه يرجع تاني سريعا، لان لعيب من اللعيبه المهمه جدا وهيضيف لخط الظهر، ولعيب عنده كمان حلول في ان هو يلعب في اكتر من مركز طبعا. فبالتالي هيبقى يعني مهم او اضافه كبيره جدا. رايك كيف كريم نيدفيد سريعا؟ بعتبره صفقه من الصفقات الجديده بالنسبه للنادي الاهلي، لان الراجل بيأدي في المباريات السابقه بشكل اكثر من رائع وشكل مفاجاه اعتقد لجمهور النادي الاهلي اللي كان ظالمه اللعيب ده بشكل كبير قوي. رايك كيف كريم نيدفيد؟ كريم نيدفيد من اللعيبه اللي فعلا اللي انا بشوفها من زمان ان هو في قطاع الناشئين، وانا بتابعه هو ورمضان صبحي كانوا في فرقه واحده وكانوا بيلعبوا في بطولات كتيره جدا. وكريم نيدفيد كان معاهم ناصر ماهر وكان ناصر ماهر بس يعني يمكن هما الاثنين كان كريم لفتين النظر اكتر ورمضان كان لفتين النظر اكتر. وكريم كان هو يعتبر كان ساعتها كان هما الكباتن هما الفرقه وكانوا متالقين بشكل جامد جدا. كريم نيدفيد الحقيقه ظلم جدا في ان هو يعني ما كانش بيتحط في التوقيتات والمواقف المظبوطه، وكان بيتم الدفع بيه في النادي الاهلي وهو كان مثلا مغلوب مضغوط، فبالتالي الولد يعني لسه صغير بالزبط. فمش عارف يتعامل ازاي مع المواقف. كان لازم التعامل مع كريم نيدفيد تبقى افضل من كده. لعيب هو عنده قدرات كويسه قوي، قدر ان هو يستعين بيه كابتن محمد يوسف في مباريات كظهير ايمن بعد طبعا اصابه عديد من اللعيبه زي احمد فتحي ومحمد هاني. فبالتالي ادى وادى بشكل كويس جدا وعنده ثقه محتاجين ان اللعيبه زي كريم نيدفيد واللعيبه اللي طالعه من النادي الاهلي اللي طالعه من قطاع الناشئين لازم الناس تصبر عليها شويه، لازم الناس تدعمها اكتر من كده شويه. كريم نيدفيد اتوقع له ان شاء الله ان هو هيكون من الناس اللي عندها دور مهم جدا مع النادي الاهلي، ونتمنى كل اللعيبه ان شاء الله للفتره الجايه. اختم معاك بمحمد صلاح. رايك في محمد صلاح ومستواه الفتره اللي فاتت وتالقه سواء في الدوري الانجليزي وكمان تالقه وكان نجم المباراه هو ألسون في مباراه نابولي وصعود ليفربول على حساب نابولي للادوار المقبله في بطوله تشامبيونز ليج. رايك كيف صلاح ومسيرته؟ محمد صلاح هو خلاص تخطى راينا وتخطى يعني ان احنا نقعد نتكلم عليه. لا، محمد صلاح اصبح حاليا من اللعيبه طبعا النجوم العالم، يعني سواء على مستوى الجوائز وعلى مستوى المنافسات وعلى مستوى ان هو بيظهر بشكل يعني متميز جدا ومحترم وبيشرفنا جدا. تتوقع له استمراريه ان شاء الله باذن الله بس يعني لازم يقول لنا ايه موضوع النظره اللي مع الجمهور دي. لازم حاجه غريبه الناس كلها لاحظت لازم نعرف بس الاهداف بيبص كده مش عارفين. فنتمنى انه يكون محمد صلاح على مستوى عالي جدا لان محمد صلاح يعني رمز المصري حاليا يعني. ان شاء الله. استاذ رامي عبد الحميد الناقد الرياضي باليوم السابع نورتنا وشرفتنا النهارده. شكرا جدا. شكرا جزيلا. ده كان لقائنا النهارده في حلقه كلام في الميديا مع استاذ رامي عبد الحميد، اتكلمنا فيه في العديد من الامور الخاصه بالكره المصريه وكمان بالتحديد النادي الاهلي. طبعا ما تنسوش بكره ان شاء الله تغطيه خاصه وحصريه من خلال ملعب الاهلي لمباراه الاهلي وجيما الاثيوبي في ذهاب دور 32 من بطوله دوري ابطال افريقيا، اللي ان شاء الله نتمنى ان تكون انطلاقه قويه جدا، وان شاء الله استنوا تغطيه مميزه جدا جدا من خلال قناه الاهلي. دي كانت حلقتنا النهارده، استنونا وحلقه جديده من كلام في الميديا. الى اللقاء.